حضرتك الفلوس، يعني لو جوزي بعت لي فلوس وانا بغيرها، بتغيري ايه؟ مش غير فاهم بغير الفلوس. اه ايه المشكلة يعني؟ زوجك يرسل لك فلوسك في الخارج يعني؟ اه يعني مثلا بغيرها بعيد عن البنك، حرام ولا حلال؟ لا حلال، بس طيب والله حلو. يدا طب انت بيد، مني؟ يدا بيد، خذ وهات اه خد وهات. من اه شركة طيب، صرافة يعني مثلا. لو انا عملت جمعية يا عم الشيخ واخدتها الاول وبعد كده خدت الفلوس دي وشغلتها والربح بتاعها عملت منها ايه، دفعت الجمعية، برضه حلال ولا حرام؟ لا مش حرام، ليس بحرام. طيب الله يصلح حالك يا رب. ستخرج طيب الزكاة ولا مش تخرج الزكاة؟ قفي هنا، هتخرج الزكاة أو لا؟ لا، ما يعني مش معانا، يعني معيش فلوس تخرج عليها زكاة، أي يعني ما مبلغ خلاص بسيط. ماشي حاضر، الله يغنيك من طيب الله فضلك، يصلح حالك الله يا رب. يغنيك من طيب فضلك.